أيهما أفضل، الحظ أم القداسة؟ اسمع هذه القصة المشوقة والجميلة لتعرف ذلك. يحكى أن هنالك ملكا أرسل حرسه الخاص لإحضار أحد مستشاري في ساعة متأخرة من الليل. ولما جاءوا بمستشاره وقد ظهر عليه الخوف والهلع ومثل بين يديه، قال له الملك بصوت مرهق: اسمع أيها المستشار، لقد اخترتك من بين كل مستشاري لمعرفتي التامة بأنك أرجحهم عقلا وأشدهم ذكاء. شكرا يا مولاي، وسأكون إن شاء الله عند حسن ظنك. أتعلم أنني لم أنم ليلتي هذه لأن هنالك سؤالا يؤرقني وأريد منك إجابة عنه تستند إلى دليل قاطع. تفضل يا مولاي، سل سؤالك وسوف أجيبك عنه بإذن الله. قل لي، أيهما أفضل، الحظ أم القداسة؟ القداسة طبعا يا مولاي. سأدحض رأيك بالدليل أو تثبت لي رأيك وبالدليل. سمعا وطاعة يا مولاي. خرج الملك والمستشار في صباح اليوم التالي إلى أحد الأسواق. وقف الملك يتأمل وجوه رعيته حتى لفت انتباهه رجلا فقيرا في حالة يرثى لها، فأمر الحرس بجلبه إلى القصر، ثم أمر بأن يطعموه ويلبسوه الحرير، ثم جعله وزيرا، ثم أمر بإدخاله إلى مجلسه. ما هذا الذي يحدث يا مولاي؟ الآن برأيك أيهما أفضل، الحظ أم القداسة؟ اعطني فرصتي يا مولاي لأثبت لك بأن رأيي الأصح. خرج المستشار إلى السوق، وقف يتأمل، وإذا به يرى حمارا هزيلا وسخا منهكا، فاقترب منه وبدأ يتحسسه والناس ينظرون إليه باستغراب حتى تجمهروا من حوله، ثم قال بصوت عال: أيها الناس، أتعلمون أن هذا الحمار طالما حمل على ظهره أحد أنبياء الله، فقد ذكر وصفه في الكتاب الفلاني نقلا عن فلان ابن فلان أن هذا الحمار من أهل الجنة. وما هي إلا لحظات حتى أصبح ظهر الحمار الأجرب مزارا وملئت أذناه نذورا وبدأ الناس يتبركون به، فهذا يطعمه وذاك يغسل قدميه وتلك تأخذ شعرة منه لتتزوج وتلك تتمسح به لترزق طفلا. ثم أسكنوه في بيت نظيف وعينوا له خدما، وأصبح الحمار يسرح ويمرح في أي مكان يشاء، يأكل ويشرب من أي بيت يريد، والكل يقدسه ويتبرك به. عاد المستشار إلى الملك وقال: الآن يا مولاي، أيهما أفضل؟ لقد غلبتني أيها المستشار. أتعلم يا مولاي ما الفرق بين الحظ والقداسة؟ لا أعرف ما الفرق، قل لي. أنت يا مولاي ألبست هذا الفقير ثوب العافية والمال والسلطة، وهذا ثوب زائل لأنك تستطيع سلبه إياه، أما أنا فقد ألبست هذا الحمار ثوب القداسة، ولا عمري أن هذا الثوب لا يمكن أن يسلبه منه أحد حتى أنت يا مولاي. انظر فكم حمارا ألبسه الجهلة بجهلهم ثوب القداسة. إلى اللقاء في قصة مشوقة قادمة. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الإشعارات ليصلكم كل جديد.